اليوم معي أعزائي المشاهدين في فقرة سلة حوا اللي نتحدث فيها عن كل ما يخص صحة المرأة من تغذية واستخدام أعشاب أو مكملات غذائية وبعض المواد التجميلية الطبيعية، وإن شاء الله بكل فقرة راح أنصحك بمنتج تضمينه لسلتك يكون في فايدة صحية لك أنت شخصياً أو لعيالك. شهر رمضان هو شهر التنظيف الروحي والجسدي، ولكن في ناس يحملون أجسامهم أكبر من المستطاع في هالشهر. المفروض بشهر رمضان أن إحنا نتغذى على الغذاء الصحي عشان تلقائياً جسمنا ينظف روحه من السموم خلال فترة الصيام. اللي يصير وقت الصيام أن الدهون اللي بالجسم تتكسر، وبالتالي السموم الموجودة بهالدهون تطلع بالجسم عن طريق أعضاء الإخراج. في شغلتين اليوم رح نتكلم عنهم الأفضل إنكم تتجنبونهم خلال شهر رمضان المبارك. أول شيء استخدام المسكنات بكثرة. في ناس يلجؤون لاستخدام المسكنات عشان يقل عندهم الصداع، لأنهم قد يصابون بالصداع أول 3-4 أيام من الصيام. اللي يصير إن بعض أنواع المسكنات، خلينا نقول البنادول أو البروفين أو حتى البونستان، وقت فعاليتهم ساعات محددة. خلينا ناخذ مثال، مثلا انتم خذيتوا البنادول على الساعة 3 الفجر مع السحور، هل مفعوله راح يظل 24 ساعة؟ لا، مفعول البنادول راح يخلص تقريبا بعد 6 ساعات، يعني الساعة 6 الساعة 9 الصبح. إذا خلص مفعوله ممكن الصداع يجيكم بعد هالفترة، وعادة مع الصيام أول 3 أيام الصداع يجي بعد أذان الظهر، يعني ماكو فايدة من استخدام المسكنات سواء خذيته البنادول أو البروفين، مجرد إرهاق للجسم. عشان يقل الصداع عندنا نحاول نقلل من كمية الكافيين. إذا كنتوا من الناس اللي يشربون القهوة بكثرة، حاولوا تأخرون قهوتكم أو تقطعونها يوم بعد يوم عشان يقل عندكم نسبة الكافيين بجسمكم وما تحصلون الأعراض الجانبية من الكافيين والدرول. إني حق شغلة ثانية، في بعض النساء يحبون يصومون شهر رمضان كامل، ولكن يستخدمون الأدوية الهرمونية عشان ترفع عندهم الدورة الشهرية، وهذا قد يسبب مشكلة لأن الأدوية الهرمونية تأثر على الجسم وتأثر على الكبد، وبهالشهر المفروض نعطي راحة حق الكبد ونحفز الإنزيمات اللي فيه عشان ينظف الجسم بشكل طبيعي. إذا أخذتي هالأدوية الهرمونية ممكن تعطيك أعراض جانبية غير مستحبة، عشان كذي ما أنصحك بتاخذين الهرمونات عشان تصومين رمضان كامل. هذه رحمة لك من رب العالمين، تقدرين تفطرين أيام معدودة وبعد رمضان تقضينها إن شاء الله. إن شاء الله استفدتوا من فقرة اليوم اللي هي عبارة عن نصائح دوائية. خليكم معي الفقرة جاية إن شاء الله من سلة حوا. مع السلامة.